يا اهلا بحضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، الفقره اللي هينورنا فيها كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى منتخب الشباب، عشان عندنا كلام كتير هنتكلم معاه فيه يخص المونديال ويخص النادي الاهلي بطبيعه الحال. صباح الخيرات. صباح الخير يا كريم. ازاي حضرتك؟ بونجور. بونجور عليكم. صباح النصر بقى. هنقول صباح النصر بس هنقول صباح النصر بفرحه ولا هنقول صباح النصر والحمد لله ان المباراه عدت وفوزنا؟ في الاجواء اللي احنا فيها دي المونديال والكلام ده الحمد لله ان احنا الحمد لله ان احنا فوزنا لان هتلاقي الناس كلها عينيها كلها على كاس العالم. انا طبعا مشفق على النادي الاهلي او الناس اللي بتلعب في كاس مصر او الكلام ده كله، لان كله مركز برضو في كاس العالم. شغلك وكل حاجه وتمام، بس برضو اللعيبه بتاخد الدفعه من الجماهير. واعتقد ان الجماهير كلها عينيها على كاس العالم، والوقت طبعا لان في 4 مباريات في اليوم مفيش وقت حتى ان الدوري او الكاس يتلعب الناس تتفرج عليه. بعدين بعد ما تقعد كام يوم ورا بعض تتفرج على كواليتي الكوره اللي صحيح. بتشوفها في كاس العالم صحيح. بتحس بغربه لما ترجع تتابع الماتشات المحليه، وده كمان برضو يعني عامل عاكس على اللعيبه برضو نفسها. يعني الحمد لله المباراه امبارح عدت وكسبنا، يعني النادي الاهلي كسب وكل حاجه، انما في الوضع الحالي انا مشفق على اللعيبه يعني صراحه واللي بيحصل يعني. فالحمد لله ان الماتش عدى والاهلي كسب، لان يعني انك تلعب ب 90 دقيقه ووقت اضافي فهو ده اللي كان عليه علامه استفهام برضو كابتن ايهاب. يعني بالزبط. احنا قلنا الماتش هيبقى مش اسهل الماتشات بس مش هيبقى صعب، يعني مش هيوصل للدرجات. مش الدرجات دي، لان صحيح. انت برضو البدايه بتاعتك من اول الموسم بدايه اكثر من رائعه محليا وقاريا. طيب يبقى انا بلعب مع المقاولون. فتره التوقف عملنا لها حساب 20 يوم ما لعبناش غير وديات قليله جدا وكل حاجه تمام، بس برضو انا ما شفتش يعني المباراه ان هي كان في سيطره عليها. ليه اوصل لركلات ترجيح برضو؟ لان برضو حضرتك انا قلت لك اللعيبه برضو زي الجماهير، يعني اللعيبه برضو بني ادم. مش مفروض اللعيبه تبقى زي الجماهير. مش المفروض، بس الوضع ده شق وده شق. انا بلعب، انا محترف وانا بالظبط ده اكل عيشي، ده شغلي، ده اللي انا بنتمي ليه، ده اللي انا بحبه، ده اللي انا بفرح بيه الناس، وده جماهير بالظبط. يعني بس هو المنتاليتي مختلف شويه، يعني في اوروبا هتلاقيهم المنتاليتي مختلف تماما، ده شغله وعارف بتاع. انما اللعيبه برضو في مصر او في الدول العربيه برضو يعني عندها حته الحنيه برضو ان يتفرج على كاس عالم، وده كل 4 سنين. تفتكر ده سبب كان؟ اعتقد جزء من السبب يعني. ده يعني انا اعتقد ان هو وضع برضو، حتى لما اجي اقول النادي الاهلي هيلعب النهارده او هروح اتفرج شويه على النادي الاهلي او اشوف كاس عالم، او برضو انا كمتفرج بحس بالكلام ده، واللعيب اعتقد برضه بيحس بالكلام ده. دي حاله استثنائيه لان بنتكلم على ماتش جاي في وسط فعاليات كاس صحيح. عالم، هو الحدث الاهم والابرز وبطبيعه الحال هو الاكثر جذبا صحيح. للمشاهدات. لكن انا عايز اسال حضرتك بشكل عام، انا هنا ما بتكلمش على النادي الاهلي وما بتكلمش على التوقيت اللي احنا فيه، انا بتكلم عموما، ايه اللي بيخلي في بعض الاحيان فريق ما ايا كان ايه هو مين هو الفريق ده يبقى ماشي كويس لفتره وبعد كده فجاه تلاقي دروب ملحوظ او تلاقي يعني مستوى الاداء نزل بشكل كبير؟ مش المفروض تبقى الفروقات مش بعيده قوي طالما انت عندك ثبات على المستوى؟ بص يا كريم، بالظبط كلام حضرتك مظبوط جدا في ثبات المستوى بالذات يعني. بس في حاجه، اما مثلا فرقه ماشيه كويس جدا 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 وفرقه ماشيه وحش جدا 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 ويحصل فتره توقف للموضوع، توقف للدوري او توقف للكاس او توقف لاي حاجه لسبب ما منتخب كده، ممكن في وقت معين من الاوقات الفرقه اللي ماشيه كويس جدا التوقف ده ينعكس عليها، يعطلها يعني. شويه، والفرقه اللي هي متعثره التوقف ده يخليها تعيد حساباتها تاني وتطلع. فهي حاجه من شقين يعني. يعني يقول لك ايه، لا اما تعدي يا اما تكمل يا اما تريح خالص. وده اللي بيحصل في اغلب الفرق، بتحصل في مصر كده. وفي فرق بتستفيد جدا من التوقف ده وفي فرق ما بتستفادش. يعني الفرقه اللي هي ماشيه كويس قوي ما بتستفادش بالتوقف. ليه؟ لان هي محتاجه الدفع على طول، كل يوم بتلعب كل اسبوع بتلعب وكل العجله دايره طبعًا. انما طبعًا. التوقف ده ممكن يعطلها شويه، وفرقه تانية متعثره ممكن التوقف ده يخليها تمشي بعد كده كويس جدا. فهي حاله من الحالتين يعني. فهي ده اللي بيحصل في الوقت اللي احنا فيه ده يعني.
طيب على كل حال يعني الحمد لله ان امبارح الماتش انتهى بالنتيجه اللي احنا نتمناها. بننتظر الافضل الفتره اللي جايه كمان من الاهلي، يعني احنا اكيد احنا سعداء، بس احنا عايزين اداء كمان على الارض اللي احنا نعرفه على النادي الاهلي ده الفتره اللي جايه. طيب تحب نخش على المونديال ولا لسه في حاجه حابب تقولها على المباراه بتاعه الاهلي؟ لا الاهلي ان شاء الله عندنا سموحه بعد كده طبعا بالزبط. ومباراه ربما الناس لما جم قيموا قال لك المقاولون هتكون المباراه الاصعب، سموحه ربما لن تكون في نفس الصعوبه. لو عايز برضو نتكلم على سموحه لا سموحه فرقه كويسه جدا طبعا. لا الفرقه كويسه جدا، وبرضو لازم الاهلي يعمل لها حساب لان أكيد. مش هتبقى اضعف من المقاولين، لا بالعكس يعني نفس التنافسيه طبعا التنافسيه بشكل كبير جدا. لو ممكن عليهم كمان نشوه رجوع طبعا فرج عامر. فرج عامر طبعا صحيح. والفرحه العالميه بنبارك له طبعا، مكافئات وفي حاجات طبعا برضو من شانها ان لسه عايز اتكلم في الموضوع تحمس اللعيبه، تحمس اللعيبه لان اللعيبه وانا اعرف يعني الكلام ده ان اللعيبه بتحب جدا الاستاذ فرج عامر والمهندس فرج عامر. بنبارك له طبعا من أكيد. هنا اعتقد ان المباراه هتبقى برضو في صعوبه المقاولين، هتبقى يعني في الصعوبه بتاعتها عشان كده النادي الاهلي خلاص هو دخل في الاول. اول حاجه بتبقى صعوبه هو يعني. هو الصعوبه بتبقى في قوه الخصم او المنافس ولا بتبقى الصعوبه في فكره انك بتلعب ماتش اقصائي؟ هي دي النقطه، الصعوبه في الاقصائي مع قوه الفريق طبعا اللي معاك يعني ممكن فرقه ضعيفه جدا تخرج فرقه قويه جدا. وده حصل كتير، وده حصل كتير وبالذات في الكاس، وبالذات في الكاس عشان كده الكاس لازم اللعيبه او النادي الاهلي او الفرقه الكبيره تاخد بالها من الكلام ده جدا، لان كتير جدا من الاحيان واحنا عاصرنا الكلام ده ان فرقه صغيره بتخرج فرقه كبيره وبالذات في الكاس لان هي مباراه واحده. ده بيحصل في كاس العالم شخصيا صحيح، وده اللي حصل، ده اللي احنا بنشوفه واللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي يعني. طيب تعالى بقى نروح للمونديال. انا هبدا بالمغرب لان المغرب هو بلجيكا لو انت هتتكلم بقى بصراحه مش المغرب هي اللي كانت او يعني خارج التوقعات، هي بلجيكا بصراحه. يعني بلجيكا مع مصر كنا معتقدين حتى كان في مصريين جماهير مصريه قالت لك يعني بلجيكا هتكسب، جينا مع المغرب ناس كانت بتقول لك لا بلجيكا هتكسب. لا كسبت مصر ولا كسبت المغرب، بلجيكا ايه وضعها؟ انا عايز اتكلم على بلجيكا تحديدا وبعدين هننتقل للمغرب. بص حضرتك انا بلجيكا انا كاهاب يعني انا يعني عمري ما شجعت بلجيكا دي، وانا لغايه دلوقتي انا عارف ان هي في التصنيف الثاني من في الفيفا يعني تصنيف منتخب العالم. انا مش شايف غريبه جدا. هي وصلت ده ازاي؟ هي وصلت لانها لعبت فترات كتير جدا مباريات وديه كبيره والحاجات دي بتاخد عليها ابنات كتيره جدا، واللي رجع منتخب مصر في الحاجات دي ان هو ما كانش بيلعب في فتره الكورونا ماتشات كتير وديه، ودي طبعا ما بتاخدش عليها ابنات. انما بلجيكا انا مش شايف ان في فرق كبيره جدا زي اسبانيا زي المانيا طبعا. زي فرنسا زي الكلام ده كله. عمر بلجيكا ما وصلت لمرحله ان هو المنتخب رقم 2 خالص، وانا لغايه النهارده مش معتقد بكده خالص. لان يعني بلجيكا وهي بتلعب مصر انا عارف ان مصر ممكن تكسبها والله بجد. وقبل مباراه المغرب انا قلت المغرب هتكسب بلجيكا لان بلجيكا مش هي المستوى اللي هي تكسب اي فرقه. وعلى فكره المباراه الجايه هتخرج بره كاس العالم انا اعتقد كده. انا اعتقد كده لان المغرب فرقه كويسه جدا، فرقه سيطرت على المباراه من اولها. يعني حتى لو شفت الجونين اللي دخلوا في كورتوا اللي هو بيلعب في احسن فرقه في العالم جوان ما تخشش في يعني هو ايه اللي حصل لكورتوا برضو انا مش فاهمه حاجه. المباراه الاولانيه كانت كويس جدا يعني غريبه جدا جدا لان يعني مثلا بلجيكا لما لعبت مع مصر ما استفادتش بالمباراه، هي بتلعب مصر ليه؟ عشان هتلعب المغرب لان نفس الكره الافريقيه شمال افريقيا يعني طب. انت ما استفدتش بحاجه، انت رحت تلعب مباراه لعبت مع مصر ومصر كسبتك وخلاص وخلص الماتش، والراجل حتى طلع من المباراه بعد المدرب بلجيكا قال لك احنا استفدنا من المباراه عشان هنلعب المغرب. طب انت ما استفدتش بحاجه، المغرب كسبتك يعني سوري بهدلتك في المباراه يعني بصراحه المغرب كانت المغرب متالقه جدا على جدا. فكره احنا لما ابتدينا نتكلم عن المنتخبات العربيه المشاركه يمكن الاسبوع اللي فات انا وكريم وكان معانا ضيوفنا يعني كانوا بيتحدثوا ان المغرب ربما فعلا هي من المنتخبات العربيه اللي ممكن تتاهل فعلا لان هي عندها سكواد اكثر من رائع. برافو عليك. فيعني احنا ليه؟ كنا شايفين ده فعلا ليه؟ لان المغرب كل اللعيبه اللي فيها 50 لعيب مثلا في المنتخب عندهم كلهم بيلعبوا في اوروبا وكلهم بيلعبوا على مستوى طبعا. عالي جدا طبعا. زياش مثلا حارس المرمى بونو بيلعب في سيفيلا وعينهم على طول على الكره الاسبانيه وعلى الكره الفرنسيه وكلهم على مستوى عالي يعني كلهم واشرف حكيمي كان بيلعب في متربي في ريال مدريد وبيلعب في باريس سان جيرمان. يعني عايز اقول ان لعيبه المغرب زي اوروبا زي اللعيبه بتاعت اوروبا بالظبط يعني ما نحاولش نقول ان هم دول بيلعبوا في المغرب بلد عربيه افريقيه او بلد شمال افريقيا. لا المغرب مصنفه يعني من الفرق اللي هي كل اللعيبه اللي عندها بتلعب في انحاء العالم بس كله. ساعات برضو ممكن تلاقي منتخب يعني مثلا حد زي السويد مثلا
فممكن تلاقي ان ما عندهمش كم كبير ده، او ممكن ما يبقاش عندهم حتى ولا لاعب واحد بيلعب في الدوري الاوروبي مثلا. صحيح صحيح، مثلا زي السعوديه مثلا، السعوديه كلها السعوديه كلها طبعا اقرب مثال بالظبط كده. بس السعوديه بقى يعني برضو انا زعلت ان هي المباراه الثانيه خسرتها طبعا، انما هي برضو انا عايز اقول هي اللي ضيعت الفوز منها، يعني هي ضيعت الفرصه منها. ازاي يعني ان بتلعب كسبت الارجنتين لازم يكون ليك دفعه كبيره جدا طب. ما تلعبش مع فرقه اقل من الارجنتين وتخسر منها، يعني انا برضو مش شايف كده. نفس الكلام تونس برضو نفس الكلام، تونس هي اللي ضيعت الفوز منها. تونس يعني بتلعب مع استراليا، يعني انا شايف ان استراليا في المتناول طبعا، متناول طبعا. يعني بسيطه جدا طبعا. يعني مثلا هتقارن بلجيكا باستراليا، طبعا بلجيكا احسن، انما تونس كان عندها فرصة كبيرة جدا انها تكسب استراليا. انا زعلت جدا من المباراة لان كنت متوقع ان تونس هتكسب استراليا، لان برضو مش على نفس المستوى في يعني ممكن في المتناول انت تكسبها يعني. ففي فرق كتير جدا يعني انا زعلت ان هم يعني ابتدوا كويس جدا وابتدوا المباراة اللي بعديها مش كويسة زي السعودية. السعودية كانت انا يعني اتوقعت السعودية يعني حتى على الاقل تتعادل المباراة اللي بعديها، كلنا توقعنا يعني. هو ده كان راجع لايه برضو كابتن ايهاب؟ هل هو لان البعض قال لك ما هو ده عشان فرحة البداية والثقة اللي كانت موجودة خليتك في المباراة اللي بعد كده مش افضل اداء، ان انت كنت في اول مباراة داخل وبتقاتل وغيره، المباراة الثانية ما عملتش ده يعني؟ هل ده فعلا السبب؟ صح، هو ده فكر مظبوط جدا، وده فكر اللي هم الناس بيقولوه طبعا. انما عشان السعوديه لعبت يعني مباراه قويه جدا، وفرق الارجنتين طبعا من احسن هي المجموعه بتاعتها صعبه. السعوديه صعب خلينا صعبه نقول. جدا صعبه، بس انت خدت الصعوبه كلها يعني، انت خدت الارجنتين اصعب حاجه، اصعب فرقه، انت ابتديت بالاصعب على بالاصعب وكسبته يعني. انت خلاص انت يعني الحته دي كانت الناس زمان تقول لك ايه، طب نلعب فرقه ضعيفه الاول بعدين عشان نخش نخش بالتدريج. انت ابتديت بالكبير، انت جامد جدا، فانت لازم تاخد المبادره يعني، انت لازم كنت تاخد المبادره يعني. انا شايف ان السعوديه يعني انا زعلان جدا ان السعوديه كانت تستاهل انها تكسب المباراه اللي بعديها. انا زعلت ان هم يعني هم هم اللي فرطوا في المكسب. برضه ناس كتير جدا بتقول عشان ثلاث لعيبه عندهم اتصابوا، ماشي اوكي تمام مفيش مشكله، انما انا شايف ان الصعوبه كانت في الاول مباراه بس هي الحاجه اللي لافته للانظار لغايه دلوقتي على الاقل فكره ان المنتخبات الاسيويه عامله شغل بالمقرب منتخبات افريقيا مثلا. كويس مظبوط يعني مزبوط. الى حد يعني ما على الى حد ما، مع ان افريقيا اقوى من اسيا ده اللي انا شايفه يعني المفروض يعني. بس الكاميرون يعني كانها ما جاتش خالص يعني، انا زعلان جدا على الجزائر اللي ما غريب برضو. غريبه جدا يعني، لو تقارن الكاميرون بالجزائر لا الجزائر افضل كتير يعني. الجزائر لو كانت موجوده في المباراه اللي لعبتها الكاميرون دي كانت كسبت المباراه دي كتير جدا يعني. فانا يعني الكاميرون عليه علامه استفهام كبيره جدا، وطبعا ده من تصريحات ايتو اللي هو بيقول لك احنا رايحين مش عشان نعدي واحنا رايحين ناخد كاس عالم يعني، حاجه مش يعني حاجه في الخيال. هو عرضها شويه، عرضها جدا يعني، هو عرضها جدا وكلام غير مقبول يعني من راجل مسؤول يعني، غير مقبول الكلام ده. انت كده يعني احبطت اللعيبه بتاعتك، ما ينفعش الكلام ده. انت لازم تعرف لعيبتك عامله ازاي، لعيبتك ماشيه ازاي، لعيبتك مستواها عامل ازاي بالنسبه لفرق كاس العالم. كل ده لازم انت تحطه في الاعتبار، انت راجل مسؤول وكل كلمه بتطلع منك انت مسؤول عنها. تصريح موضوعي ومنطقي بالظبط كده، منطقي على الاقل. الكاميرون فرقه كبيره جدا، بس اللي شفته في المباراه الاولانيه دي يعني بصراحه الكاميرون يعني انا كان عليها علامه استفهام جدا. الغانا، غانا كويسه جدا يعني، غانا بصراحه ضد البرتغال كانت فرقه كويسه جدا وماشيه كويس جدا، وعملوا جيل كويس قوي. الغانا بصراحه قفلوا على نفسهم كام سنه وعملوا جيل كويس جدا، لولا ضربه الجزاء بتاعه رونالدو انا اعتقد ان هي غير صحيحه تماما. لو ما كانش ضربه الجزاء دي جت كان الماتش يعني جه في صالح، اعتقد في صالح الغانا اكتر يعني. انا في منتخب تحديدا عليه علامه استفهام بالنسبه لي، لان ما كناش متوقعين بهذا الشكل، ما كناش متوقعين منه الاروع ولكن مش بهذا الشكل من السوء. كندا في ايه؟ منتخب كندا غريب جدا والله يعني كندا ما لا ما جاتش برضو ما جاتش يعني خالص يعني هي كندا عمرها ما جت على فكره، هي عمرها ما بس يعني اول تقريبا بس المباراه الاولانيه كانت كويسه يعني، المباراه الاولانيه يعني فعلا كانت كان في تنافسيه في الملعب شويه، بعد كده الماتش اللي بعده ايه ده؟ لا بجد ما كانش في فريق يعني وحشه جدا فعلا، لان هي برضو كندا زي ما كريم قال كده يعني عمرها
في الكوره ما فيهاش يعني ما هي ده اللي يزعل او ده اللي غريب يعني مثلا منتخبات ومعلش انا هقول منتخب مصر منتخب مصر مع منتخب كندا هو بجد احنا بنتكلم واقع وبنتكلم فني بقى في فرق كبير في فرق على فكره فرق, فرق لصالحنا فكندا موجوده ومصر مش موجوده وكندا موجوده زي ما مش موجوده مثلا انا دي من المنتخبات استراليا مثلا استراليا واستراليا استراليا وحشه جدا مش عارفه يعني بصراحه ده انجلترا بجلاله قدرها وبتاريخها في المشاركات المونديالية لعبت ماتش قدام امريكا امريكا كانت تقريبا مسيطره على كل مجريات الامور يعني امريكا بس انجلترا في المونديال برضو ما بتبقاش الاروع ما بتبقاش كويسه هي واخده كاس على هي دوري الانجليزي وبس بس. ما بيبقاش هم عند... ليه لا عارفه ليه لان الدوري الانجليزي كله ناس اجانب يعني لو انت تشوف حراس المرمى في الدوري الانجليزي 90% منهم اجانب صح يعني ما انا حتى حارس المرمى بتاع انجلترا انا يعني ما اعرفوش قوي يعني لان كل ما بتشوف فرقه كلها اجانب يعني فهي الدوري الانجليزي بس زي ما حضرتك قلتي انجلترا واخده كاس عالم مره واحده بس مع ان هي اللي صانعه كره القدم انما بعاد جدا عن المانيا فرنسا اسبانيا هل البرازيل بنفس زخم منتخباتها السابقه الاجيال السابقه لا 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 خالص في فرق في فرق كبير لان احسن جيل بعد اللي هو الثمانينات اللي هو فالكاو وزيكو والناس دي جت بعديها اللي هي روبرتو كارلوس رونالدو ده احسن جيل بعد كده الاجيال بعد كده ابتدت ايه صحيح. تقل شويه مش اجيال بعد كده بقى في افراد افراد برافو عليك كريم هي دي بقت افراد لان زمان في السبعينات والثمانينات واوائل الثمانينات كان الاجيال في العالم كله حتى في مصر كانت كبيرة جدا يعني طبعا. منتخبات قوية جدا جدا دلوقتي زي ما حضرتك قلت وده فعلا كلام مظبوط جدا ان هو افراد دلوقتي زي نيمار نيمار يعني ناس بسيطة جدا يعني زمان كانت جيل جيل كله كامل كان كويس انما فعلا زي ما حضرتك قلت هي دلوقتي بقت افراد وبقت الكرة ما بقتش ممتعة زي زمان يعني مش زي زمان يعني فهي ده فعلا اللي حاصل يعني طب احنا هنروح فاصل الكابتن ايهاب سريع جدا وهنرجع نكمل محاضراتكم خليكم معانا نرحب بحضراتكم مرة كمان ولسه حديثنا مستمر مع كابتن ايهاب جلال طب نخش على المجموعات بقى احنا بنحب التوقعات اوكي انا وكريم عملنا ده امبارح نبدا برضو السؤال ده بنساله كل ضيوفنا عشان نشوف الاخر مين اللي توقعاته صح نبدا بالمجموعه الاولى هولندا السنغال قطر الاكوادور مين اكتر حد من وجهه نظر حضرتك يتاهل هولندا طبعا هولندا انا شايف الاكوادور 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 اوكي مع ان انا عايز السنغال بس السنغال خلينا نتكلم على ارض الواقع كده وبلغه الارقام كانت قريبه في الاول جدا. بس الوضع فعلا على الارض مش الافضل حاليا بالظبط كده بالظبط ده راجع لايه محسوس فقدان أعتقد جدا اعتقد جدا. كده بالظبط كده بالظبط انما انا يعني الاكوادور عامله مباراه كويسه جدا جدا شايف ان هي ممكن تعدي عن السنغال يعني انا بس انا نفسي السنغال تعدي يعني انا اتمنى فعلا دي المجموعه الاولى المجموعه الثانيه بقى انجلترا ايران امريكا ويلز لا ويلز بره خالص يعني امريكا وايران وانجلترا انجلترا كده كده انجلترا كده انجلترا معانا في كل انجلترا هتخش طبعا واعتقد اتمنى ايران بس يعني اعتقد امريكا ماشيه كويس ليه ايران لا لان الاوضاع السياسيه ولا ملهاش علاقه لا خالص لا ملهاش علاقه لا خالص أمال إيه؟ علاقه لا ملهاش علاقه لان الماتش الجاي امريكا وايران امريكا انا شايف انها ماشيه كويس جدا لو هي ده الماتش اللي هيحدد يعني ده المباراه ده ماتش سياسي جدا على فكره سياسي جدا هو عشان كده سياسي جدا هو ده ماتش سياسي جدا سياسي جدا بس انا اعتقد ان ما فهمش يا كابتن ايهاب ده سؤالي في الاول لا فهمت والله انا فاهم يعني بس ما اعتقدش ان ممكن حاجه تحصل يعني هتكون مباراه بين المشجعين ده بره بقى مشجعي المنتخبين بس انا بتكلم على الحكام او الفيفا او الكلام ده اعتقد لا بره لا تبقى بره الفيفا مالهاش دعوه طبعا. انما انا امريكا انا شايفها ماشيه كويس جدا جدا يعني امريكا عجباني جدا في شغلها يعني فاعتقد امريكا تعدي هي وانجلترا طيب خلينا قبل ما نكمل بقيه المجموعات بس معانا احمد عويس نروح للدوحه بقى وناخد فكره كده سريعا عن الاوضاع هناك والاجواء هناك عامله ازاي استاذ احمد صباح الفل واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي صباح الفل يا كريم وصباح الفل يا نواند وصباح الفل للكابتن ايهاب انا ممكن اخد من كلام الكابتن ايهاب واقول ان ايران فرصها اكتر من امريكا يا كابتن طيب ماشي اتمنى طب اشمعنا من وجهه نظرك طب كابتن ايهاب قال وجهه نظره انت رايك ايه؟ لانه ايران عندها فرصتين التعادل والفوز ان هي توصل امريكا لازم تكسب لان هي عندها نقطتين بس التعادل مع ويلز وانجلترا فايران اعصابها اهدى فرصها اكتر الضغوط كلها على امريكا اللي هتنزل مطالبه ان هي تكسب
ايران عملت زي ما بيقولوا ريمونتادا عظيمه وقدرت تحقق الفوز على ويلز في الوقت الضايع. امريكا ما قدرتش تحقق اي فوز لحد دلوقتي، تعادلت مع ويلز وتعادلت مع انجلترا. منتخب امريكا منتخب قوي، ولكن احنا بنتكلم على الحظوظ الاوفر، هي حظوظ المنتخب الايراني مش المنتخب الامريكي. طيب تعالى لا نقطة فعلا صح. انا عايز اروح معاك للاحتفالات بقى اللي كانت مالية العالم العربي، وطبعا بصفة خاصة المغرب. يا ترى اجواء مشجعي منتخب المغرب عندكم لسه بيحتفلوا لغاية اللحظة دي؟ هم غالبا ما ناموش، يعني ما ناموش. هم خرجوا من الملعب، المباراة كان استاد السمامة، خرجوا من الملعب على الاماكن اللي هي السياحية هنا في السوق واقف، والفانزون وفي قطارة، كانوا تقريبا امبارح هم اللي كل حتة في الدوحة، ويستحقوا ده لأن هم حققوا فوز كبير على المنتخب البلجيكي، ثالث العالم، ثالث البطولة السابقة، كسبوا 2-0 وضيعوا فرص كتير قوي واتلغى لهم هدف. أنا شايف إن هو هدف صحيح. أعتقد إنه المنتخب المغربي محتاج نقطة واحدة بس من مباراة كندا اللي خرج من البطولة، فخلاص منتخب المغربي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور ال 16. اداء رائع من المباراه الاولى، وظهر ان المنتخب المغربي منتخب رائع، كان امام كرواتيا وادى اداء رائع، وكان بامكانه انه يفوز ويبقى حقق 6 نقط، ولكن حققوا تعادل مع الوصيف. يعني المغرب اتعادلت مع وصيف البطوله السابقه. أيوة. وفازت على الثالث. صحيح. يعني حاجة لا إنجاز كبير طبعا. على فكرة الفرحة دي ما جاتش لأن الفوز كده كان جه بشكل عشوائي، لا في أداء وفي ثقل كده ملحوظ المنتخب المغربي. وكنت لسه بتكلم من شوية روان هواند بيقول إن اللي إحنا شفناه رفع سقف توقعاتنا. على فكرة برضو عايزين نطلع ولو للحظات خارج إطار الملاعب والمباريات، بحكم تواجدك في الدوحة قول لي الدنيا عاملة إزاي، الشوارع عاملة إزاي، الجماهير المنتخبات المختلفة مع بعض أخبارهم إيه؟ هم الحقيقه حاله من التسامح والود بين الجمهور. طبعا هي حالات المشاكسه الوحيده بتبقى بين جماهير امريكا اللاتينيه، يعني اللي جايين من فوق من امريكا الوسطى وامريكا اللاتينيه، مكسيك بقى، كوستاريكا، الاكوادور، البرازيل، الارجنتين، اوروجواي، كل دول هم اللي عاملين زي ما بيقولوا كده، عاملين مش شغب، عاملين مشاكسات طول الوقت مع بعض. انما الحاله رائعه. والحقيقه كريم انا عايز اشيد بالتنظيم، لان ما حدش كان متوقع هذه السهوله في التنقل بين الملاعب. فكره ان انت تشوف ماتشين في يوم واحد في كاس العالم دي فكره رائعه. يعني انا كل يوم بتفرج على ماتشين في كاس عالم. انا كنت حضرت كاس عالم في روسيا، كنت بسافر طيران بين المدينه والمدينه 3 ساعات، او بركب قطر 24 ساعه عشان احضر ماتش في مدينه ثانيه. ايوه. انت هنا بتحضر ماتش الساعه 1 وتقدر تحضر ماتش ثاني الساعه 4 او الساعه 7 او الساعه 10، وده امر ممتع جدا لمن يحب كره القدم. اكيد يحب الكوره. متعه المشاهده المباريات في الملعب سهله جدا، مفيش زحمه، البلد سلسه جدا، سهوله التنقل بين الملاعب عن طريق المترو، المواصلات مجانيه لكل الناس. فالحقيقه لا، لازم نحيي دوله قطر على التنظيم. صحيح. لازم نشيد بمجهوداتهم في التنظيم، لازم نقول ان احنا كعرب نفخر بتنظيم كاس العالم. كل الناس كانت مراهنه على ان التنظيم هيفشل، حقيقه تنظيم ولا اروع، ومستوى كره قدم ولا اروع، لان البطوله في نص الموسم. فالحقيقه كل اللعيبه جايه في التوب فور، احنا بنشوف مباريات اجوال كتير قوي ومباريات حلوه كلها نديه. كوستاريكا اللي خسرت من اسبانيا 7-0، كسبت اليابان، اللي كسبت المانيا، ما فيش حاجه مضمونه، يعني ما بقاش في حاجه مضمونه. كوستاريكا بقى عندها امال ان هي توصل رغم ان هي خسرت المباراه الاولى 7. اسبانيا اللي كسبت المباراه الاولى 7 ممكن تطلع. فالحقيقه الموضوع بقى هو unexpected طبعا. يا عويس طبعا مجور عليك يا عويس، اكيد بصبح عليك. وعايزه بس اروح لنقطه انت ذكرتها، هو فعلا هي التنظيم ولا اروع وبطوله ولا اروع، على عكس ما البعض كان بيحاول ان هو يشكك. لكن في حاجه كمان لفتت نظري، الجماهير بصراحه ولا اروع. يعني لو انت قارنت الجماهير حاليا من كل انحاء العالم، انا بتكلم بمونديالات قبل كده كان بيحصل لاوقات، ويمكن حصل امبارح بس في بلجيكا، لما خسر او بيخسر منتخب
ما بتطلع الجماهير تثور، بيبقى في اعمال شغب، احنا لحد هذه اللحظه ما شفناش ده فعلا في قطر الحمد لله. ده بيدل على قد ايه في تنظيم وفي امن موجود في الشوارع على عكس ما بيتم حتى في دول اخرى. يعني شفنا اعمال الشغب امبارح في بلجيكا حاجه كانت عليه علامات استفهام بصراحه، بس فعلا ما شفناش ده في قطر. ما فيش مشجعي منتخب ما لما بيخسر بيطلعوا يقدروا ان هم يعملوا اي حاجه، بالعكس كان في بعض الهزار، الحاجات اللي زي دايما يقول لك ايه ويرز ميسي ويرز ليفاندوفسكي، حاجات زي كده كانوا بيهزروا الجماهير مع بعض. فدي نقطه بجد لازم برضو نشير اليها. طبعا طبعا انا عندي كلامك صح 100%. وبعدين كان لطيف ان انت بتشوفيش امن في الشوارع، يعني انت ماشيه في الشارع مش شايفه حد، انت بتشوفي الامن عند الملاعب وبيتعامل بمنتهى البساطه مع الناس، اللي معاه تذكره بيدخل، اللي معهوش لو حد راح معهوش بيمشوه وبس، الموضوع بسيط. لا يعني انا اتمنى ان انتوا لو اتيحت لكم الفرصه حد يجي هيجي تبسط الحقيقه. كاس عالم مع ولا اروع، احنا خلاص داخلين النهارده اخر يوم في الجوله الثانيه، المجموعتين السبعه والثامنه، ماما افريقيا ليها ماتشين، الكاميرون وصربيا يعني في خلال ساعه او اكثر بحاجه بسيطه، غانا وكوريا الجنوبيه، البرازيل وسويسرا، واخر مباريات الجوله الثانيه بالليل البرتغال واوروجواي. كل يعني حتى الان لم يضمن الصعود سوى المنتخب الفرنسي، ولم يضمن الخروج سوى منتخبات قطر وكندا. يعني احنا كاس العالم اللي قبل كده جولتين دول كان تقريبا بنعرف 10 من 16، صحيح، واخر صحيح. جوله هو اللي بيتحدد دلوقتي. احنا جولتين قربوا يخلصوا ولسه وفرقتين بس اللي طلعوا، وفي 30 فريق لسه عندهم امل ان هم يوصلوا. الحقيقه يا روان ويا كريم الموضوع ماشي كويس، ونتمنى ان العرب، احنا عندنا دلوقتي المغرب اقتربت من التاهل، السعوديه عندها فرصه لو كسبت المكسيك، تونس وقطر اعتقد تونس فرصها ضعيفه، قطر ودعت. نتمنى ان يبقى العرب 50-50، نتمنى ان الافارقه يبينوا كرامه النهارده. السنغال كسبت قطر النهارده، عندنا فريقين فاضيين غير تونس والمغرب، ونتمنى بقى انه المستوى يزداد جمال وحلاوه زي ما بيقولوا عشان متعه المشاهده تزيد بدورها ان شاء الله. يا عويس بنتمنى يعني الخير للمنتخبات العربيه اكيد والتالق، واحنا كده كده متابعين مع زميلنا العزيز احمد عويس من الدوحه مباشره طبعا على قناه الاهلي كل ما يدور هناك لحظه بلحظه. شكرا ليك جدا، كلام جميل. برضو النقطه بتاعت ايران دي مهمه على فكره، هي ما انا بقول لحضرتك احنا نتمنى ايران تكسب بس يعني او تعدي، يعني اني طبعا فرصها يمكن افضل، يعني فرصها شويه افضل عشان التعادل او تعادل، بس دايما انت مشغول بحته الاداء نفسه مش بالحسابات بتاعت الارقام. وغير كده كريم في حاجه تاني، اللي بيلعب على تعادل ومكسب بيبقى الوضع مش كويس بالنسبه له كتير جدا. اللي نازل عشان يكسب بس هو ده اللي بيبقى عنده الحافز اكتر شويه. اكتر منتخب لفت نظرك وقاعد بتتفرج وانت مستمتع فعلا على ماتشاته؟ اسبانيا وفرنسا. اسبانيا وفرنسا رائعين رائعين جدا. ومن العربي السعوديه في اول مباراه والمغرب. مش شايف ان فرنسا تاثرت باي حال من الاحوال بغياب بنزيما؟ طبعا متاثره جدا طبعا، لان بنزيما لعيب كبير طبعا، انما كل واحد مهم في المنتخب، في اي منتخب مهم لازم يكون موجود، زي مثلا ساديو ماني برضه مؤثر جدا على السنغال. فطبعا كل النجوم دي ليها ثقلها في الفريق وبتعمل ثقل كبير جدا للفرقه طبعًا. وبتخوف الفرقه المنافسه أكيد. فطبعا انا شايف ان بنزيما طبعا مؤثر طبعا على فرنسا، بس فرنسا برضو ما تحسش ان في حاجه برضو ناقصه كتير يعني في بنزيما ناقص اوكي وكل حاجه، انما في عامل شغل نار طبعا هايل جدا طبعا. لا والفرقه بصراحه كلها متكامله، فرقه كويسه جدا. انا شايف فرنسا واسبانيا كويسين جدا جدا. البرازيل لعبت مباراة والنهارده هنشوف المباراة التانية، البرازيل طبعا من الفرق الكويسة طبعا جدا. عجبني جدا كرواتيا، كرواتيا فرقة من الفرق الكويسة قوي برضه، عاملة شغل كويس جدا. ومن المغرب عجباني جدا، والسعودية بصراحة يعني. اسبانيا يعني والمانيا. اسبانيا والمانيا هيعدوا. يعني المانيا هتكسب كوستاريكا واسبانيا هتكسب اليابان. مع ان اليابان عامله شغل والله جدا يعني ان اكسبكتد زي ما بيتقال، صراع جدا ومش موقف رهاب جدا، انما اتاثروا بالمباراه اللي هي لعبوها ضد المانيا وكسبوا، زي السعوديه بالظبط. يعني اليابان زي السعوديه بالظبط، اتاثرت بالمباراه الاولانيه، اتغلبت المباراه الثانيه. اعتقد ان فرص المانيا واسبانيا بعد التعادل امبارح فرص كبيره جدا. تعتقد المربع الذهبي هيضم اسماء انهي اربع منتخبات؟
ما تعرفش، لان الوضع طبعا صعب جدا يعني، ان الفرق كلها عندها امل انها توصل وفرق كبيره جدا. وانا شايف ان كاس العالم ده، انا في اعتقادي كده قبل كاس العالم ما يبتدي، انا قلت في فرقه هتاخد كاس العالم مش متوقع يعني انا في اعتقادي كده لغايه دلوقتي، لان زي ما عويس قال ان في 32 منتخب، 2 ودعوا، وفاضل 30 فريق كلهم عندهم امل انه يشتغل. بس مفيش حصان اسود في نظرك كده لغايه دلوقتي عدى عليك في البطوله دي؟ لا مفيش يعني، برضه مش عايز اقول للمغرب حصان اسود يعني، مش عايز اقول كده، المغرب فرقه كبيره وفرقه كلها اللعيبه بتاعتها كلها محترفه جدا. بس برضه في حاجه كريم برضه عايز اقول، برضه ناخد كلام من نويس، ان شابوه طبعا لقطر بصراحه، أكيد. تنظيم رائع رائع جدا، ان بلد زي قطر تعمل كاس عالم، وكاس العالم القادم هيبقى فيه 3 بلاد كبار جدا هيعملوا كاس عالم، 3 بلاد، كندا، مكسيك، امريكا. وبلد زي قطر ما شاء الله يعني حاجه رائعه جدا. للامانه مش بس التحيه واجبه على حسن التنظيم، صحيح. كمان التحيه واجبه على حسن التعامل مع ملفات حساسه قوي جدا اتعرضت قطر بموجبها لهجمات اوروبيه شرسه، صحيح. في الفتره الاخيره والى اللحظه لغايه النهارده الاوروبيين مش مقتنعين ان كاس العالم في قطر لغايه النهارده. وبرضه شفنا المانيا عملت ايه، او الاوروبيين عايزين طبعًا يدخلوا ايه طبعًا عشان يبوظوا لك البتاع يعني. برضه والله انا هوندي يعني، انا اول مره اشوف كاس عالم لغايه اخر اسبوع قبل كاس العالم بتلعب الدوري يعني، انجلترا قبل اسبوع من كاس العالم بتلعب دوري، المانيا نفس الكلام. ما هو علشان ما انت عمرك ما هتشوف، علشان احنا غيرنا الميعاد. بس لازم يكون في برضه يعني اسمها ايه، ان الناس تحضر لكاس العالم. انا شايف ان البلاد كلها فعلا زي ما حضرتك قلت يا كريم، ان الناس كلها مش متوقعه ان قطر بلد عربي تعمل كاس عالم. هو انا اقول لك على حاجه كابتن ايهاب بقى، انا يعني بغض النظر عن التوقيت ممكن يكون مضر للبعض، لان فعلا كان في دوريات شغاله وده اللي اثار شويه غضب البعض يعني، صحيح. لكن ولهم الحق في ذلك، مش هنختلف. بس احنا كنا بنقول لهم لو انتوا عملتوه شهر 6 انتوا اللي هتزعلوا يعني من الجو يعني، احنا كعرب واحدين هم اللي هيزعلوا جامد، هم اللي هيزعلوا قوي يعني. بس في العموم انا بشوف ان المونديال ده هيحط اصلا اللي بعده يعني، لو هنتكلم تحديدا امريكا، روح هيكون في امريكا، هتحط امريكا في مقارنه. وعايز اقول لك ان هيبقى صعب على الدول اللي بعد كده ان هي تعمل مشهد، صحيح. زي قطر ده ليس مجامله، انا معروف عني الصراحه، صحيح. لكن قطر عامله شغل يعني، لو البادجت زي ما احنا قلنا 10 جنيه هي عامله 100 جنيه، فبادجت تاني، امكانيات تانيه، تنظيم تاني، استعدادات بقى لها اكتر يعني، صحيح. من كذا سنه. لا فصدقني اللي بعدها هو اللي هيزعل، هو اللي هيزعل بالظبط كده. لا قطر عامله حاجه شغل رائع جدا، طبعا احنا بنحييها جدا. وفي حاجه برضو ليه، زي ما عويس كان بيقول الاجواء حلوه جدا، والمشاكل كلها بتحصل من بتاعت امريكا اللاتينيه، في مناوشات مع جماهير امريكا اللاتينيه، لان الكاس العالم دوت جمع كتير جدا من الدول العربيه يعني. في ماتش السعوديه بنشوف جزائر، العالم كله كان موجود بصراحه يعني، انا بتكلم على الدول العربيه بالذات، اما السعوديه كانت بتلعب كل بصراحه، انا تشجيع العربي، تشجيع طبعا عربي رهيب جدا، ما كانش بيحصل قبل كده. انما كاس العالم دوت جمع كتير جدا من الدول العربيه، بنشوف تونس بتلعب بيشجعها مصر وجزائر والمغرب والسعوديه، كل البلاد دي. انا شايف بصراحه ان كاس العالم ده حاجه من الحاجات الرائعه جدا اللي حصلت في السنين الاخيره اللي عدت عليها يعني. مش مفيش، بس نادرا ما بتكون في اي نسخه من كاس عالم بتعدي كده من غير ما يبقى فيها تاتشات سياسيه، صحيح صحيح كده. برضو بتهيألي كانت موجوده بكثافه في النسخه من اول حفل الافتتاح، صحيح. ولقاء القاده حاجه رائعه جدا. لا بصراحه شابوه طبعا لقطر، بنحييها جدا وفي تقدم من مره لمره يعني، لان قطر تقدر تعمل الحاجات دي، او اي بلد عربي زي الامارات، مصر، مغرب، تونس، جزائر، يعملوا الحاجات دي كتير جدا يعني، يقدروا يعملوا الحاجات دي، لان احنا نقدر نعمل الحاجات دي، لان احنا عندنا امكانيات، وعندنا امكانيات بشريه وامكانيات ماديه وامكانيات ملاعب، كل حاجه نقدر نعملها يعني بصراحه يعني، وما نقللش من نفسنا. فكره ان مصر تتقدم بملف الاستضافه فكره لطيفه من حيث المبدا، طبعا، لان دلوقتي اي بلد عربي هتحاول انها تقدم على كاس العالم، طبعا تنظيم كاس العالم، لان اما شافوا قطر اعتقد ان اي بلد ممكن تعمل الكلام ده كله، اعتقد يعني.
نتمنى نتمنى, نتمنى. احنا قلنا كده. ان في النيه دي موجوده دلوقتي, وحتى لو ما فيش لسه الملعب المجهز 100% والكلام ده كله, بس تمام. يعني العمل عليه او فكره ان انا يبقى عندي طرح للفكره اصلا ده شيء كويس. وقطر يعني حطت الدول العربيه برضه على اول الخريطه بالظبط كده. يعني نحترم جدا الناس كلها, ونحترم قطر, ونقول لها شكرا على التنظيم, وان شاء الله لغايه اخر الكاس العالم كل شيء هيبقى كويس يعني ان شاء الله. انا عايز اروح للمجموعه الثامنه تحديدا, ان هي ما هياش الاقوى وما هياش الاضعف, بس هي مجموعه كده مجمعه شويه منتخبات في فارق ما بينهم كل وقت. يعني اوروغواي والبرتغال وغانا وكوريا الجنوبيه, يعني برضو توقعاتك ايه وتقييمك في نفس الوقت؟ البرتغال بعد اما كسبت الغانا اعتقد فرصها كويسه جدا, هتلعب مع كوريا اعتقد سهل بالنسبه لها جدا, هتكسب المباراه, تبقى عندها 6 بونت. غانا طبعا وكوريا الجنوبيه. كوريا هتلعب لا انا بتكلم دول المستبعدين يعني. لا مش مستبعدين, انا بتكلم ان البرتغال هتعدي لان طيب البرتغال. ومين تاني من مجموعه؟ اورجواي وغانا وكوريا الجنوبيه. لا اورجواي. أوروغواي اعتقد اوروغواي لان فرقه كبيره برضه. هي غانا وكوريا الجنوبيه كده كنت بقول لحضرتك, هي مش الاصعب وبس مش الاسهل يعني. اوروغواي اوكي برضه تقيله, لكن غانا وكوريا الجنوبيه ما شفناش. كوريا اقل لهم, انما غانا قويه جدا يعني. غانا لو في عندهم بس فرصتها دلوقتي مش الافضل. مش الافضل لان غانا عندها جيل خلص وبيعملوا جيل جديد جدا اللي هو الموجود دلوقتي, انما غانا لو في طبيعه غانا اقول لك تعدي باللعيبه القديمه يعني. تعدي طبعا منتخب كبير جدا, انما اوروجواي فرقه كبيره جدا. برضو من ضمن الحاجات المميزه والمميزه للنسخه دي من كاس العالم انه قد يكون ده كاس العالم الاخير لكريستيانو رونالدو طبعا والميسي وليفاندوفسكي وارد برضو جدا طبعًا. فشايف الثلاثي ده عامل ازاي في النسخه دي؟ بصراحه ليفاندوفسكي عامل المباراه اللي فاتت كويسه جدا ضد تونس صح ضد تونس اعتقد كان اخر ماتش بولندا كان تقريبا بولندا السعوديه ارجنتين وبعد كده السعوديه وبولندا بالظبط. لا يعني عمل مباراه كويسه, اول جون يجيبه في كاس عالم ليفاندوفسكي طبعا عاوز يعمل اسم لنفسه, عمل خد احسن لاعب في العالم, لعب في بايرن ميونخ, بيلعب في برشلونه, عايز اقول ان هو بيعمل اسم ليه في كاس العالم, فده اخر كاس عالم ليه طبعا. اعتقد ان هو مش هيقدر يلعب تاني لانه طبعا كبر. رونالدو بقى والكلام اللي حصل كمان في الفتره الاخيره والتصريحات بتاعه النادي اكيد برضو ليها انعكاسات على ادائه في النسخه دي, ومش على ادائه هو, ممكن برضو ذو حدين انه لازم يثبت ان هو كويس والناس دي غلطانه او العكس. انما انا شايف ان رونالدو اول مباراه عملها كويس جدا, تسبب في ضربه الجزاء, جاب ضربه الجزاء. اعتقد ان هو رونالدو برضو رونالدو يعني مش عايزين نقلل منه لان هو فعلا لعيب كبير, لعيب مهما يحصل ممكن النادي مش عاوزه, نادي في مشكله عنده, هو النادي زعله ملاكه هيبيعوه اهو بالظبط كده يعني عشان رونالدو لعنه رونالدو انما رونالدو لعيب كبير جدا, اخر برضه اعتقد ان هو باخر كاس عالم ليه, فعمل كل حاجه رونالدو بصراحه لعيب كبير. نفس الكلام ميسي برضه حوالي 34 35 سنه يعني برضه اخر كاس عالم ليه, فالناس دي عارفه هي بتعمل ايه, خطواتها ماشيه ازاي مع بعض يعني. فاعتقد ان الثلاثه ماشيين كويس جدا, والثلاثه هيبقوا من نجوم الكاس العالم ده, انا شايف كده يعني. اكيد. طيب هو فاضل تقريبا 3 دقايق على يعني انتهاء خلاص الفقره كلها, فمعلش ممكن نختم بالاهلي بقى تاني يعني. خليني ارجع للاهلي, وعايزه اروح مع حضرتك للاهلي وسموحه تحديدا. احنا شفنا هذا الاداء مع الاهلي والمقاولون العرب, واكيد كان في استقتال في الملعب, واكيد مباراه سموحه يبقى فيها استقتال في الملعب, لكن اللي انا عايزه اشير ليه اكتر او نتكلم عنه هو التناغم في الملعب. يعني بتدي قد ايه مثلا من 10 للتناغم في الملعب للاهلي؟ بتكلم على الاهلي طبعا, وفي نفس الوقت على الاستعداد, وفي نفس الوقت على الفنيات في الملعب والتبديلات لمارسيل كولر. خليني قيم لنا الموضوع سريعا. كولر مدرب كبير, مدرب كويس جدا, وعامل اداء لحد دلوقتي كويس, وعامل اداء من اول لما جه
كسب كل المباريات اعتقد تقريبا كلها يعني، بافريقيا بكاس بالدوري ماشي كويس جدا بخطه ثابته، عامل نغم كويس جدا مع اللعيبه كلها، اللعيبه كلها بتحب بعض، اي حد يلعب مفيش مشكله، واي حد بيلعب بيأدي، ده مهم جدا، وده برضو من المدرب، المدرب هو اللي بيعمل بيصنع الحاجات دي. طب التناغم امبارح كان ايه سببه مثلا؟ هل كانت المجموعه السكواد نفسه مثلا، ولا بتقيم ازاي التناغم؟ لا، اصل ده النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده 30 لعيب بخلاف الناشئين او بخلاف الشباب، فكل ده بتلعب في النادي الاهلي ليك تناغم معين، والمدرب بيعرف يعملها، وده مهم جدا المدرب يقدر يعمل الحته دي، لان انا برضو باكد على المدرب، المدرب هو اللي ممكن يحط الحته دي، وممكن هو يفقد الحته دي مع اللعيبه. فانا شايف ان كولر عامل تناغم كويس جدا مع اللعيبه امبارح. على فكره الفريق كان كويس جدا، انما هي حته الاهداف او حته ان لازم تكسب المباراه، ومباراه الكاس مختلفه تماما عن الدوري يعني، ده اللي برضه هيجي معانا لمباراه سموحه بشكل ضغط يعني، كضغط، لان بصي حضرتك امبارح بالذات، المباراه بتاعت امبارح بالذات بتلعب مع فرقه كبيره طبعا، فرقه المقاولين، ده مفيش كلام. تاني حاجه جاي من راحه كبيره في كاس عالم، كل ده بيعمل ضغوط على الفريق، وازاي انا اخش للمباراه، وازاي انا لازم اكسب المباراه، وانا النادي الاهلي، وانا شخصيه النادي الاهلي لازم، كل ده لازم موجوده. فطبعا مؤثره، بتاثر شويه عشان الاجواء اللي احنا فيها بكاس عالم، براحه قبل كده ودخول تاني، ودخلت على مباراه قويه كاس مصر، مباراه واحده لازم تكسبها، لو ما كسبتش هتخرج، كل دي بتعمل ضغوط وبتعمل حاله نفسيه على اللاعب نفسه يعني. لا، وبعدين الجماهير كمان يعني، مفيش جماهير، لا الجماهير كمان ايه، استحملت ما يكفي صحيح في فترات سابقه، صحيح فما يعني لا نملك تجاه الجماهير غير ان احنا نرضيهم بكل الطرق، لازم تكسب، لازم، وده في حد ذاته بيشكل ضغط برضه، طبعا ده بيشكل ضغط كبير جدا، لان انت بتعمل حساب الجمهور، بتحسب حساب النادي، بتحسب طبعا، بتعمل حساب نفسك، بتعمل حساب الناس اللي وراك، كل ده بيعمل ضغط على النادي الاهلي، واكتر فرقه فيها عليها ضغوط هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي جمهوره كبير جدا، لازم يرضيه، لازم الجمهور يبقى مرضي، لازم الجمهور تبقى مبسوطه، لان شايفه النادي الاهلي دايما في حته معينه، في حته كبيره مش عايز ينزل عنها، فطبعا بيعمل ضغوط كبيره، بس الحمد لله ان المباراه خلصت امبارح والاهلي كسب فيها يعني. الحمد لله، ولسه اللي جاي احلى باذن الله. كابتن ايهاب نورتنا، وشكرا لحضرتك. اشكرك جدا، نورت الدنيا، ونشوفك على خير باذن الله ان شاء الله يا كريم. طيب احنا هنطلع فاصل سريع حضرات، وبمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتكون مستضيفه دكتوره دينا مسعود، وملف يهم كتير جدا منكم، خليكم معانا.